مرحبا والف مرحبا، الا كنتي اول مره تشوف القناه ديالي ما عليك الا تابوني في القناه ديالي باش يبقى يوصلك كل جديد. وان شاء الله اليوم نقدم لكم واحد الوصفه اللي هائله صراحه البنات، هائله. انا غنتبعوا معايا الطريقه من الاول حتى الاخير، وان شاء الله هذه الوصفه غادي تعجبكم وغتخليوا لي كومونتير كتشكروني عليها. المهم البنات نبداو على بركه الله. اول مكون البنات هو دانون طبيعي اللي معروف البنات في السرعه ديال التبييض ديالو، صراحه هائل واعر واعر البنات والله. والمكون الثاني هو نيدو، واللي ما عندوش نيدو يمكن يستبدلو بالدقيق اللي هو دقيق الذره المايزينا او الدقيق العادي الناعم اللي كنعجنوا به. المهم البنات على بركه الله نبدا معكم الوصفه. اول حاجه غنبداو بها ناخذ دانون مسوس، ناخذوه على حساب الكميه اللي غديروا. الا بغيتوا ديروا وجهك وعنقك ويديك يمكن لك انك ديري دانون كامل باش يلا يكفيك. الا كنتي غديري غير وجهك كديري 4 المعالق حتى الخمسة كاع. انا غنكتفي بهذا القدر، غنحاول انني نديرو كامل على حساب نديرو جوج اشخاص. غناخذ نيدو، ندير 4 المعالق ديال النيدو كيف ما كتشوفوا معايا. انا خديت 5 المعالق، ما عامرينش بزاف، وغنحاول اني نخلط هاد الخليط مزيان حتى يتجانس ليا مع بعضياتو حتى يولي عندي بحال شكل كريم. انا غنخلط وغادي نرجع معكم حتى يولي عندي شكل كريم وغادي نرجع معكم. كيف ما كتشوفوا معايا هاد الخليط ديالنا ها هو واجد. اول حاجه غنبدا بها البنات غادي ناخذ واحد الفوطه غندير فيها واحد المطيب، غنخوي عليها المطيب وغادي نعصرها وغادي ندوزها. اول حاجه كندير غادي ندوزها على وجهي حتى يتحلوا لي المسام. من بعد ما غيتحلوا لي المسام بدقيقه او جوج دقائق غنحاول نطبق هذه الوصفه، وغادي نخليها واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق. راه فيها كلشي ناتوريل كلشي طبيعي، ما كاين عندكم مناش تخاف البنات. 10 دقائق او حتى تسالي الشقه ديالك ديريها حتى تسالي الشقه ديالك، موراها كتمشي ما تغسليش وجهك، كتحاول انك تفركي وجهك هكا حركه دائريه. نحاول نفركو وجهنا والوسط على وجهنا، من بعد من نفرك وجهي تيخرج ليا داك الوساخ ودوك التصبغات وداكشي عاده فاش يمكن لي انني نغسل وجهي بشي صابون، اي صابون كيوافق الوجه ديالكم. من بعد من غتغسلي وجهك غتمسحي وجهك بشي فايطه نقيه وديري شي دهن بشي فازلين وتبقاي ديري طبقه كل جوج مرات في السيمانه. والبنات غتشكروني صراحه على هذه الوصفه، راه رائعه، مكونات طبيعيه وغير بساط وما غاديش بزاف. المهم البنات كنتمنى تكون هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده انها غتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي الكومونتير ديالكم زوينين، والناس اللي مازال ما تابوناش معايا تابوناو ويخليو لي دي جيم. وشكرا بزاف لكم على تتبع الوصفه وشكرا.